اهلا بكل مشاهدينا من جديد. احنا من اول الحلقه واحنا بنتكلم عن التطعيم وعن توافر اللقاح وعن قدرتنا على انتاج اللقاح وازاي ده بيفرق معانا على الارض. تعالوا مع بعض دلوقتي نروح لمركز التطعيم في ارض المعارض ونتابع عمليه تطعيم المعلمين وكمان اللي بيسافروا للخارج ضد فيروس كورونا، وهيكون معانا من هناك زميلتنا سادي سالم. اهلا بيك يا سادي، اتفضلي. صباح الخير عليك منا وحسام وعلى مشاهدينا في كل مكان. بالفعل زي ما قلت منا، في إطار التوجيهات الرئيسية بالإسراع والتوسع في تلقي المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، احنا موجودين بالفعل بنتابع من داخل مركز أرض المعارض. هو أكبر مركز للتطعيمات على مستوى الجمهورية، اللي بتصل القدرة الاستيعابية ليه ل 10,000 مواطن بيتم تطعيمه يوميا. عدد من اللقاحات المتوفرة داخل هذا المركز مركز للمسافرين، وفيما بعد سيتم البدء في تطعيم المعلمين. لدينا أيضا تطعيمات للجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، تفاصيل كتير بتتم داخل أروقة هذا المركز. خلينا نتابع التفاصيل دي مع ضيفتي على الهواء مباشرة، وهي الدكتورة عبير السعيد مدير مركز تطعيمات أرض المعارض. أنا برحب بك يا فندم. طبعا أنا شايفة العمل ماشي على قدم وساق وبسرعة كبيرة جدا من التاسعة صباحا. خلينا نعرف إيه اللي بيتم في البداية داخل هذا المركز، ونوضح لمشاهدينا ايه اللي بيحصل في المركز تحديدا. احنا بداية طبعا بصبح على المشاهدين جميعا، احنا بداية بيجي لنا المواطنين الراغبين في السفر من بعد ما تحول المركز لتطعيم الراغبين في السفر. طبعا الأولوية للعاملين بالخارج للعمل او للدراسة او للعلاج في الخارج. بنتأكد الأول من أن التأشيرة موجودة والجواز السفر أو على جواز السفر أو في إقامة أو في تذكرة طيران أو في حاجة تستدعي السفر للخارج مثل الدراسة أو العلاج. بنتأكد بعدها بيتم توجيه المواطن للحصول على التطعيم اللي هو جونسون اللي موجود. إحنا بدأنا تقريبا من 10 أيام، بيتأكد تطعيمه وبيستخرج الشهادة المعتمدة اللي هي عليها الكيو آر والعلامة المائية، وبعدها بيقدر يسافر اللي بيستخدمها بعد كده في المطارات. عندنا الجرعة الثانية الخاصة بالحاصلين على الجرعة الأولى من أسترازينيكا، والأسترازينيكا برضو من اللقاحات المعتمدة. بعدها برضو بيستخرج المواطن الشهادة اللي عليها العلامة المائية والكيو آر. ايه الاجراءات يا فندم اللي بيقوم بها المواطن منذ دخوله من البوابه الرئيسيه، انتظاره في الخيمه التي تقام خارج هذا المركز، سواء من المتلقين للجرعه الثانيه ام من الذين يتلقون الجرعه الاولى للمسافر؟ احنا عاملين اماكن مخصصه للي هيحصلوا على الجرعه الثانيه، وعاملين واماكن اخرى للي هيحصلوا على جرعه السفر اللي هي الجونسون اللي هي جرعه واحده. بنوجههم بالترتيب، بياخدوا أرقام، بننظمهم في الدخول دي على الأماكن المخصصة ليهم والعيادات المخصصة للحاصلين على الجونسون أو اللقاح جونسون. لأن إحنا بعد الإجراء التطعيم بيتم توجيههم لاستخراج الكيو آر ودفع الإيصال الخاص بالشهادة. يعني هل لابد من أن يكون المواطن قد قام بالتسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة فيما يتعلق طبعا بتلقي المسافرين للجرعة الأولى من اللقاحات المختلفة، أم يتم التسجيل داخل هذا المركز؟ وهل لابد أيضا من أن يكون المكان الذي أتى فيه الرسالة النصية التي أتت للمواطن على الهاتف المحمول تكون مخصص لمركز أرض المعارض؟ هو طبعا المواطن لازم يكون مسجل على موقع الوزارة، وبيختار الموقع اللي هو عايز يحصل يعني عليه في اللقاح. بيتم اختيار ان هو خانة السفر، ان هو راغب في السفر. بعدها يعني في بعض المواطنين بيحصلوا على الـ20 رقم اللي بيرسل لهم عن طريق الموقع. ممكن بيجي لنا المواطن في الحالة دي وإحنا بنقوم بالتسجيل ليه وبنحدد له، بنوجهه على المكان اللي هو أرض المعارض وبنقوم بالتطعيم. يعني إحنا عندنا المواطن اللي محول على أرض المعارض أوريدي، وعندنا المواطن اللي معاه الرسالة فقط بس لازم يكون مسجل على على الموقع ووصلته الرسالة اللي عبارة عن 20 رقم ومختار خانة المسافرين. يعني بيتابع الطلب
وبيختار للسفر. بعدها بيجي ممكن احنا بنقوم بالتسجيل بتحويله على المكان نفسه اللي هو يعني عدد من اللقاحات المتوفره، بعضها معتمد في بعض الدول والبعض الاخر لا. انواع اللقاحات المتواجده داخل مركز ارض المعارض؟ لا، اللي موجود عندنا المعتمد احنا حاليا للمسافرين، طبعا كلها معتمده في الدول الخارجيه. لو تحدثنا عن بدء التطعيمات للمعلمين، كما تحدثنا قبل الهواء لم يتم صدور بعض التعليمات الخاصة بهذا، تفاصيل البدء في تطعيمات المعلمين، هل سيتم تحويلهم إلى هذا المركز أيضا أم الأمر يتعلق بما؟ وبالنسبة للمدارس أو للمعلمين أو الأماكن الخاصة بالتربية والتعليم، بالفعل بعض الفرق بتروح اللي هي الفرق المتنقلة بتروح للمدارس وبتطعمهم حاليا من أول زي ما تفضلت معالي الوزيرة، من أول الحارس اللي واقف على البوابة لجميع العاملين مدرسين أو إداريين، كلهم بيطعموا فعلا في المدارس عن طريق الفرق المتحركة أو المتنقلة. بالنسبة لنا إحنا أي شركات أو أي هيئات بيتم تخصيصها عن طريق إن هم يتواصلوا مع الوزارة وبيدخلوا يقدموا شيت إكسل بإن هم راغبين في التطعيم في مركز أرض المعارض، بيتم توجيههم إلى أرض المعارض، وبالفعل إحنا بنطعم هيئات وشركات ومدارس أو جامعات. يعني لو تحدثنا أخيرا عن مواعيد العمل الخاصة بهذا المركز واللي بنقدر من خلاله نطعم 10,000 مواطن يوميا، المواعيد الخاصة بهذا فن؟ احنا بالفعل بنشتغل المفروض من 9 صباحا ل 9 مساء، ولكن للتردد الشديد والاقبال الشديد الغير مسبوق احنا بيوصل مواعيد العمل بتاعتنا لبعد منتصف الليل، ممكن نوصل لواحدة واثنين بالليل الحقيقة في الايام اللي احنا فيها حاليا. شكرك يا فندم، موفقين. شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، نورت. يعني منا هذا كان رصد سريع لما يتم داخل مركز تطعيمات أرض المعارض، إقبال شديد خارج بوابات هذا المركز من المسافرين وأيضا من المتلقين للجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا. هذا هو أبرز ما لدينا، والكلمة تعود إليك مرة أخرى منا في الاستوديو. شكرا لك سالي سالم من أرض المعارض، استعرضت لنا الوضع موجود هناك عامل إزاي، وإن في إقبال على التطعيم، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه من أول الحلقة. احنا دلوقتي عندنا الفرصة ان احنا نطعم مع اللقاح، ومع قدرتنا على انتاج اللقاح نقدر نتواجد اكتر ونقدر نسرع في عودة الحياة لطبيعتها من جديد يا حسن. بكل تأكيد.